بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الواقع أن ما يلقاه الإنسان من استقبال حافل صادق حار من الناس قد أذهب عناء السنوات الخمس بكل عذاباتها وبكل ما لقي فيها الإنسان من ظلم وجور وأذى، ولا شك أن موقع الدراز تحديداً في القلب موقع مميز لأسباب كثيرة. الدراز بلد الأحرار، بلد الثوار. الدراز بلد العلماء. الدراز بلد الشيخ عيسى أحمد قاسم حفظه الله. والدي ووالد الجميع وقدوتنا جميعا. الدراز بلد الأحبة والأصدقاء الذين أكن لهم الكثير من الاحترام والمحبة. علاقتي بالدراز علاقة قديمة جدا، وبأهلها أو لأهلها مكانة خاصة في نفسي. طبعا هذا لا يعني بأن بقية القرى المجاورة أو بقية القرى التي هي في مناطق أخرى أو المناطق الأخرى مثل أحياء المنامة وأحياء المحرق وقرى المحرق على سبيل المثال ليست لها تلك المكانة، ولكن هناك خصوصية كبيرة إلى الدراز. في الدراز تعلمنا الكثير، ومن الدراز تعلمنا الكثير. لا أقول ذلك مجاملة، ولكن هذا هو واقع الحال، هذا ما أشعر به. ولذلك لما تم ترتيب لقاء لي بأهل الدراز واستقبال في الدراز كنت سعيدا جدا بأن أكون حاضرا بينكم أيها الأخوة، الآباء، الأبناء. أنا سعيد جدا بوجودي بينكم أعزتي. في الواقع الدراز قدمت الكثير، ليس في هذه الثورة فحسب، وإنما في كل مرحلة من مراحل العمل الوطني في البحرين قدمت الكثير. وقد التقيت بمجموعة من أبنائكم، أذكر منهم على سبيل المثال وليس الحصر حسن بداو الذي رافقني فترة طويلة في السجن، وأيضا أحمد المشهور بأحمد السلاية. من خيرة الشباب هؤلاء، من خيرة الشباب، واقعا من خيرة الشباب. ليس هذا رأيي أنا فحسب، بل رأي كل من يقابلهم ويتعامل معهم وكل من يعرفهم بأنهم من خيرة الشباب. وأيها الأخوة، أنقل إليكم جميعا سلام وتحيات كل المعتقلين من أصغرهم حتى الرموز، كلهم يسلمون عليكم ويؤكدون لكم ثباتهم وقوتهم وصمودهم. وأوصوني بوصية أنقلها إليكم. أيها الأخوة، تمسكوا بوحدة الصف، تمسكوا بوحدة الصف بعيدا عن أي منغص ينغص علينا وحدة الصف وتماسكنا وتعاضدنا.
هذا كلام كل الرموز يا أخوان. وبالتالي أعتقد أننا في مرحلة يتوجب علينا أن نكون أكثر تماسكاً وتلاحماً، وأن نكون بالفعل منفتحين على الجميع، على كل القوى الوطنية المخلصة الشريفة، وهذا هو السبيل الوحيد لعزتنا ورفعتنا وانتصارنا. أعلن أيضا لكم تضامني الشديد مع آباء المعتقلين جميعا، آباءهم، إخوانهم، قراباتهم، أمهاتهم، والجزء الأهم من المجتمع الذي نقف دائما عاجزين عن أن نوفيه حقه هو أسر الشهداء الذين قدموا أكبر وأثمن ما يمكن أن يقدمه الإنسان لوطنه ودينه. لا أريد أن أطيل عليكم أيها الأخوة الأعزاء، أيها الأبناء الأحبة، ولكن أجدد شكري لكم، وأتمنى من الله عز وجل أن يحقق لهذا الشعب أمنياته وتطلعاته في العدالة والحرية والمساواة. والله ولي التوفيق. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وأفلح من صلى على محمد وآله الطيبين الطاهرين.